الحمد لله الأم وطفلها بخير، لكن شغل الأطباء والممرضين ما انتهى، وواجبنا نواكب الأم، ومن اليوم الأول بعد الولادة تخضع الأم للمراقبة والفحوصات للتأكد أن كل شيء تمام، من ضغط الدم ونبضات القلب والتنفس إلى عدم حدوث نزيف أو تشنجات. وهناك جدول بالفحوصات وزيارات الطبيب لغاية الأسبوع السادس بعد الولادة. وعلى طريق التعافي الكامل نوجه الأمهات للاهتمام بالنظافة الشخصية، الحركة والمشي حسب قدرتها، تناول الأطعمة الصحية وشرب السوائل مثل الحليب والعصائر الطبيعية وثمانية أكواب من الماء يومياً. ووايد مرات تكلمنا عن أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل وأيضاً للأم، ومن المفيد تناول مكملات الحديد وحمض الفوليك لما لا يقل عن 6 أسابيع بعد الولادة أو طوال مدة الإرضاع. وصحة الأم لها جانب نفسي وايد مهم، مع خطر حصول اكتئاب ما بعد الولادة اللي تم تشخيصه في 22% من الحالات في الإمارات، وممكن يمتد عدة شهور ويأثر على صحة الأم والطفل. وهنا دور الزوج والأسرة في دعم الأم ومساندتها في العلاج. وعساكم دوم صحة وسعادة.